اهلا بكم. من مطبخ أسامة اتكلمنا قبل كده عن الشرب، وحاولت ان انا اقربها، قلت موضوع الشوربه يعني ما اعرفش كانت حتى مصطلحات كانت موجوده ولا لا، قلت الحساء اللي هو حاجه تحتسى فما فيهاش قطع تبقى سهل شربها، او اذا كانت مرقه او بهريس تبقى مركزه، او الشوربه اللي هي بيبقى فيها قطع من الخضار. لكن النهارده هنعمل حاجه اسمها بسك. بسك اللي هو من الصدفيات، يعني مش الصدفيات كمان اللي هي تكون ناشفه زي ام الخلول او القواقع، لا، صدفيات زي الجمبري، زي الاستاكوزا، زي الكابوريا. فهنبتدي مع بعض ونتكلم على ايه هو البسك. الفكره فيها ان انا ممكن هنعمل النهارده شريم بسك او البسك بتاع الجمبري. عشان استعمل الجمبري اسهل حاجه بعملها بجيب هنا هوت الجمبري وباخد الجلد او القشره الخارجيه اللي هي الصدفه اللي هي صدفيات. بعمل ايه؟ باخد الراس، هستعمل الراس وباجي هنا بحط ايدي بصوابعي كلها وبلف الجمبريه، فاذا بطلع القشر لوحده وهو ده اللي هستعمله. واخد ناخد القشر هنا اهو والراس واخلي اللحمه نفسها، وبشيل من ورا، بنضف القطعه اللي ورا ديت، بخليها تبقى نظيفه. وهاخد القشر دوت لما هاجي استعمل قشر الجمبري. ايه اللي بيحصل؟ قشر الجمبري ممكن يكون طعمه زي العظم، فكره العظم. لما بنجيب العظم ده بكون غسله، بغسله كويس، وعايز اخد العظم، انا عايز اخد البهريز اللي هنا اهوت. فاكرين موضوع قشر البصل؟ قلت ان قشر البصل عباره عن 90% ميه و10% طعم البصل. القشره نفسها بتتبخر والتركيز بيبقى في القشره. فانا بعمل ايه؟ بجيب قشر الجمبري ده واحطه في صينيه، ممكن يكون استاكوزا، ممكن يكون كابوريا. وهو ده اللي انا هستعمله واعمل بيه البسك. بدخله الفرن على اساس ان هو بطلعه من الفرن. وده فكرته بيبقى عبارة عن جمبري كل اللي موجود فيه، يعني نمسكه كده بيعمل صوت، خلاص بقى ناشف. ده اللي بيتعمل بسك. في ناس بتاخده تطحنه اذا كان كابوريا او اذا كان استاكوزا. لكن احنا هنعمل ايه؟ هناخد دوت ونعمل بيه الشوربة. بجيب هنا الوعاء او الحلة، هستعمل بصل اللي هي المنكهات، قطع من البصل هنا اهو نحطها هنا، طماطم للون وللطعم لانه انا عايزه يبقى لونه احمر، ورق غار، جزر نحط ده هنا، كرفس، بصل اخضر. فدي المنكهات اللي بحطها عشان اعمل البسك نفسه. احط ده هنا اهو، وهحط شويه صغيره هنا من الزبده، واجيب قشر الجمبري على اساس كل دول هحطهم، وهو ده اللي هيديني الطعم والنكهه، هو ده العظم، ده اللي هيديني الطعم والنكهه اللي انا عايزها للجمبري. بقلب دول واسيبهم لغايه لما يتبالوا شويه، احط شويه هنا من صلصه الطماطم، وبعدين احط عليهم يا اما مرقه فراخ يا اما ميه، واسيب دول يركزوا. لما كل ده هيتركز هياخد طعم ولون القشره الخارجيه من الجمبري، على اساس ان انا اجي هنا وابتدي اطبخ الجمبري. هطبخه في الحله ديت، بس اجيب قطع الجمبري اللي احنا قلنا هنعملها هنا، اجيب بس الجمبري دوت واقطعه حتت صغيره
يبقى انا مش عايز كميه جمبري كتيره، لكن ممكن اكون عايز كميه عظم. يبقى في كل مره عندي جمبري بقشره بقول للراجل اديني القشر ما ترموهوش. واجي هنا احط شويه من الزبده احمر فيها شويه الجمبري دول، نعلي النار شويه. فكره الجمبري ممكن يكون نفس فكره الكابوريا، خليه هنا اهو ابتدي يتحمر، بس يبدا يتركز. هغطيه نص تغطيه عشان البخار يطلع، بحيث ان هو يبقى مركز، او ممكن ما غطوش خالص ونسيب دوت لغايه لما يتبخر وبيكون ده اللون بتاعه. يبقى هنا اهوت عندي قطعه الجمبري، تبلها بملح وفلفل. ما اعرفش اذا كانت المرقه عندي لو كان فيها ملح وفلفل مش هتبل ده طبعا. شويه فلفل، وعشان اتقلها احط لها دقيق، شويه من الدقيق هنا واطبخه عشان ما يبقاش ليه طعم. شويه تانيين من الدقيق، نقلب كل دول هنا اهو، وبعدين هصفي المرقه اللي انا عاملها. حط ده كده اهو، فيها الجزر وفيها الكرفس، فيها كل الحاجات الحلوه اللي اديتها النكهه والطعم. نحط كل دول هنا اهو. فديت فكره البسك او السي فود بسك، اذا كانت هتبقى فيها سي فود او يعني بحريات او جمبري بس او ممكن كابوريا. شايف لون القشر خلاص ما بقاش لونه البامبا، اللون طلع خلاص بقى لونه مبيض، اللون طلع مع الشوربه اللي انا حاططها. حط ده هنا اهو، ونبتدي نقلب عشان المعجون الدقيق اللي انا حاطه ينطبخ، وابتدي اعملها غليظه او سميكه باني اضربها بالخلاط. اجيب خلاط من اول مضرب، فده فكره السي فود بيسك او الشريم بيسك او الجمبري بيسك. الجمبري النكهه جت من القشر، استعملت كميه جمبري قليلين جدا. يعني انتوا المره الجايه ممكن وانتوا بتشتروا جمبري لو الراجل بينضفه، خدوا القشر اغسلوه كويس، حطوه في الفرن لغايه لما ينشف خالص، وبعد كده بتعملوها بالطريقه اللي احنا عملناها. نفس الشيء لو عندكم كابوريا او لو حابين من الاستاكوزا. شويه هنا لو عايز اصحح بقى هنا هو الطعم، لو عايز احط شويه صغيرين هنا من الملح او الفلفل، او شايف اللون عايز احمرها شويه، ممكن بجيب شويه صغيرين هنا من صلصه الطماطم تدي لها اللون البامبا. وقبل ما تتقدم حبة صغيرة هنا من الكريمة، مش كتير. يبقى أنا عندي هنا البسك اللي احنا قلنا عليه، مختلف عن الشوربة، عن المرقة، عن البهريز. كل حاجة ليها طريقتها وليها طعمها، و ما خدش معانا وقت في عمايله، وزي ما احنا شايفين بقى غليظ وسميك من شويه الدقيق اللي انا حطيتهم، بس سبتهم يستووا شويه هنا من الشوربه. ولو حابب بزينهم بشويه كمان من الكريمه قبل التقديم، حاجه بسيطه بس كده اهو، يتقلبوا عليها بعدين. وممكن خبز ناشف بالزبده او بالريحان او الاثنين، وحاجه بسيطه سهله سريعه طعمها مختلف، بيدفع عليها مبالغ كتيره في المطاعم، اللي هو اذا كان شريم بيسك كراب بيسك، كميه الجمبري اللي محطوطه قليله، لكن الاساس في الطعم والنكهه
من القشر واللي انتوا شفتوه. جربوها وان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. أهلا بيكم من مطبخ أسامة. هنعمل طبق من السمك وجنب السمك هنعمل رز. الرز هعمله بطريقة كاريبي، فيه حاجات بسيطة بس بتفرق كتير. أما السمك هنعمله أكنه هندي، فتبقى خلطة وتوليفة ظريفة. أي نوع سمك جزل ممكن تجيبه، قطع من السمك، مربعات، مكعبات، المهم يستحمل التسوية ويكون من غير جلد ومن غير عظم. هستعمل معاه بصل، جنزبيل، سمنة، ممكن اعمل خلطه الكاري، قرفة، قرنفل، حبهان، كزبره، كمون، كركم، وازود كزبره وكمون واحط دول مع شويه دقيق علشان انكههم، وبعد كده هحط مع دول شويه من الزبادي. بس الخلطه ديت هي اللي هتنكه السمك، وهحط شويه من الدقيق، ناخد شويه دقيق اهو، وبحط معاهم كمون او الكاري، خلطه الكاري، كركم، كزبرة وكمون. يعني بزود كمون وكزبرة وهما موجودين في الخلطة نفسه، بس بزود دول شوية، ودول اللي هحط فيهم السمك وهحمره. باخد هنا قطع السمك ونتبلها بحيث ان دي تقليها، تأكد انها بتتغطى كلها من كل حتة هنا. والدقيق ده مش هستعمله تاني، فحاول اعمل كمية على قد اللي انا هستعملها بس، وبعدين ببتدي نحطها هنا اهوت، نقليها في الزيت، يعني مش هغطيه، مش زيت غزير، مش ديب فرايد السمك هنا. وده هعمله صلصة، استنى السمك بيستوي نحط له هنا الصلصة اللي هي صلصة الكاري. لصلصة الكاري هستعمل هنا شوية من السمنة، احط هنا سمنة، ومع السمنة هحط بصل وشوية من الثوم مع الجنزبيل، يعني دول اللي انا هحمرهم هنا. وشوف السمك هنا هوت، مجرد ما بيتغير لونه بنقلبه. وبعدين هنا البصل ده هنا اهو، عايز اعمله بحيث ان انا هيبقى هو ده الصلصة اللي انا هحط فيها كل الخلطة دي. ممكن بجيب شوية من البصل المحمر، يبقى عندي شوية بصل محمر مع شوية البصل والجنزبيل في الأول هنا، دبلهم شوية وأعمل الصلصة. الصلصة هيكون فيها زبادي ونشا، شوية الزبادي والنشا حطهم هنا، حبة صغيرة هنا من الكريمة، حط كل ده هنا اهو، على اساس دول اللي هيمسكوا الصلصه. وعندي مرقه فراخ، نجيب الكبشه هنا اهو، وابتدي احط المرقه، لو ما حضر حاجتي كلها طبق مش هياخد مني وقت كتير، ممكن تكون مرقة فراخ، ممكن تكون مرقة سمك، كمية كافية هنا من المرقة. وبعدين بجيب بقية البهارات، نحط هنا على المرقة اللي انا خليتها من تتبيلة السمك، شوية من بودرة الكاري،
شويه من الكمون، شويه من الفلفل، شويه من الملح، ملح تاني هنا، واخر حاجه هضيفها هنا هيكون الزبادي مع النشا. نحط دول هنا نقلب. اسيب دول يجمدوا شويه على اساس هي دي الصلصه اللي هنطبخ فيها السمك. بوطي هنا على السمك شويه من النعناع والكزبره، وتقريبا هنا السمك شبه استوى. نضيف هنا الصلصة، قبل ما تجمد وتتماسك ممكن نضيف بقية النشا اللي عندي والزبادي على اساس نجمدها شوية. نحط هنا ونقلبها وابتدي اضيف السمك عليها. لغايه دلوقتي احنا ممكن تكون ديت فراخ، ممكن اتخيل ان انا عامل فراخ لو حد ما بيحبش السمك او خضار حتى. باخد قطع السمك بعد ما بتستوي بحطها هنا اهو، بحطها هنا ونسيب دي تغلي شويه. نشيل الزيت ده هنا اهو، واستعمل النار هنا تكون احمى شويه. ونسيب الكاري دوت ينطبخ ويبتدي يتداخل مع السمك. عندي قطع سمك تأمين هنا اهو، بضيف عليهم، ننزلهم هنا، ولو محتاج اتبل تاني او ازود تتبيلتهم ممكن نعمل كده. يبقى دلوقتي ده طبق السمك، نهدي عليه النار شويه، نسيبه يتكمر مع بعضه ونعمل جنبيه طبق الرز اللي هو الكاريبي. فكره الرز هيكون عباره عن بصل، فاصوليا، ثوم، فلفل حامي، خل بلسميك هو ده اللي هيديله البعد وهيخليه طعمه مختلف شويه. فبحط شويه من الزيت، شويه من البصل، معاهم الثوم مفروم ناعم، بقلب ده، اسويهم كلهم مع بعض، و فلفل اخضر تقطع حجم كبير شويه، معاهم حبه صغيره هنا من الفلفل الحار، فاصوليا حمراء بتكون مستويه، شويه صغيرين. الحاجات الصغيره دي بتعمل فرق جدا، يعني احنا عندنا المكونات دي موجوده في البيت، لو ابتدينا نغير حاجات بسيطه هتعمل فرق جدا في الطعم. هنا هحط هنا خل بلسميك، ومعاهم الرز، قلب كل دول مع بعض، نضيف المرقة، حط شوية كمين من المرقة، اتأكد ان عندي كفاية معايير على قد الرز، بقلب دول، مجرد ما بيبتدي يغلي اهدي عليه واطبخه زي الرز العادي. يبقى عندنا الفاصوليا، فلفل اخضر، حطينا شويه من الفلفل الحامي، بسيب ده لغايه لما يستوي، وده بيكون
الشكل بتاعه. يبقى دوت شكل الرز اللي هنحطه مع السمك. ناخده هنا ونجيب طبق الغرف، نحط شوية رز على كل جنب، رز مع فاصوليا نحطهم هنا، نحط على الجنب التاني نفس الشيء شوية من الرز. بستعمل رز بسمتي ممكن أو الرز المصري. شوية هنا وبعد كده نجيب طبق السمك بالصلصة. نجيب الطبق هنا، أنا جبت السمنة حطيت فيها الجنزبيل والبصل، فبيبقى هنا السمك صلصة الكاري معاها فلفل، معاها شوية من البصل المتحمر، كل ده هنا اهو. اتأكد ان عندي صلصة بزيادة هنا، ونزين دول بصل محمر، عندي كزبرة ونعناع زي ما حطيت جواها شوية نعناع وكزبرة. نخرج عن التقليدي، السمك هو هو السمك لكن غيرته، حمرته مع شوية بهارات بتاعت الكاري، فيها كزبرة وكمون وقرفة وقرنفل وحبهان، وبعدين عملت لها صلصة الكاري، والرز كان بالفاصوليا الحمراء معاها شوية شطة صغيرين طازة. خلي بلسمك بيديلها طعم مختلف، بتشرب الرز وفاصوليا حمراء. جربوهم إن شاء الله ينالوا رضاكم. أسهل الأكل اللي ممكن يتعمل وأفيدهم السمك، وببساطة جدا محتاجين لو نفكر فيها هو الحاجة الوحيدة اللحم الطري اللي ممكن يتاكل ناي من غير إضافات. لكن احنا نقول لو عملنا كده يبقى مش هنعمل برنامج طبخ، هنروح نجيب سمكة ونقطعها وناكلها، يبقى مش هنعمل برنامج طبخ. قلنا نجيب أفكار لسمك فيليه. لما يكون السمك فيليه سهل طبخه وسريع في طبخه، يبقى في الحاله ديت ممكن اي واحد يطبخه لو ما عندوش وقت، بصرف النظر اذا كان هيكون قاروص وقار اي نوع من السمك الفيليه. هجيب هنا تتبيله من البهارات، هنا بابريكا وتتبيله تانية من الاعشاب. هجيب شويه هنا من البقدونس والكزبره والشبت، بحيث ان دول اعشاب، يبقى عندي ثلاث انواع من التتبيلات هستعملهم مع السمك. السمك الفيليه نفسه هتبله بشوية صغيرين من الملح والفلفل. هجيب شوية فلفل صغيرين، شوية ملح، وبعد كده همسك السمك دوت وهو ده اللي هحطه في قلب البهارات، واعمله زي رقات لكني هعمل فكرة النابوليون. نجيب السمكة هنا وبحطها في البهارات، اجيب السمكة دي واحطها في البابريكا، واجيب السمكة دي واحطها في الاعشاب، واخد دول واسويهم. نجيب هنا الزيت، نحط الزيت نعلي عليه شوية، وابتدي اسويهم على نار هادية. نجيب السمكة هنا حطها تستوي، مش محتاجة تاخد وقت طويل، والزيت مش لازم يكون سخن قوي. نحطها هنا في نفس الوقت هعمل معاها رقات من الخضار،
اجيب شويه زيت هنا اهو، سخنهم ونحط هنا شويه من البصل معاهم جزر، يا دوبك هدبلهم مش عايز اسويهم قوي، طماطم جوليان بحط القشر بس، كوسه كميه كبيره كده من الخضار، سمك طازه الخضار طازه، شويه من الثوم، تبل دول نفس الشيء، شويه من الفلفل، شويه ملح، ونقلب دول زي ما قلت عايز ادبلهم شويه صغيرين. بلما السمك هنا بينطبخ هيكون عندي الخضار انطبخ، اقلب السمكة كل واحدة من دول هيكون ليها طعم مختلف ومميز. سيب دول عبال ما يتبلوا شوية، يدوبك بدفيهم بس، حط عليهم شوية هنا من عصير الليمون، شوية من الزيت، وآخر حاجة هضيفها هنا شوية من الزيتون، شوية زيتون أخضر، زيتون أسود بكون ناعيهم في مية، سيب دول يستووا، السمكة بتستوي. ونعمل نوع تاني اسهل من الاولاني، برضو هستعمل نفس الخضار، طالما عندنا نفس الخضار خلينا نستعمله، شويه من الجزر، البصل، كوسه، طماطم، ثوم، بس هتبل دول واحط عليهم شويه من الاعشاب. استعملت زعتر، ملح وفلفل، ومعاهم شوية زيت وليمون، شوية عصير ليمون، وبعدين بنحط شوية من الزيت، تبل الزيت هنا، وبعد كده دوت هعملها في ورقة زي فكرة ورقة اللحمة، نخلط دول مع بعض واجيب الورق اللي هستعمله، بنقسمها هنا هو بالنص، وبحط تحت ورق الألمنيوم بحط ورق زبدة، شوية من الزيت، شوية خضار حلوين كتير كده اهو، بحط السمكة نفس الشيء، ملح وفلفل، والخضار متبل، بحمي السمكة دي بخضار، يبقى عندي كمية خضار أكني عملتها سندوتش، واروح أقفلها وبحكم بحكم القفلة بتاعتها، نقفلها بالطريقة دي، ونجيب السمك ده حطه في الفرن يكون 350 واسيبها تستوي. نوريكم لما تطلع ده يكون شكلها بالعصارة بكل حاجة فيها، باخدها بخليها لغاية الوقت اللي هقدمها فيه، يعني دي باخدها هنا اهو، واجيب مقص نقصها وفكرتها يبقى عندنا السمك هنا بالخضار موجود مستوي، حاشي السمك جوه
وبعدين عندي الطبق الثاني اللي هو هيكون عبارة عن رقات من السمك، هعملها اكنها جاتوه. نجيب الطبق اللي احنا عملناه هنا ونبتدي نغرف الطبق الثاني. هعمل نفس الفكرة، هجيب شوية من الخضار واحطهم في الطبق. يبقى عندي سرير هنا هوت للسمك، حط كمية كبيرة هنا من الخضار، وبعدين نحط نوع السمك الأولاني اللي هو بالبهارات، شوية من الخضار، النوع التاني بالبابريكا، شوية من الخضار. الخضار فيه عصارة نزلت، يعني كل الحاجات ديت شايفين يعني مش متهيألي يكون ممكن يكون صحي. اللي بيسألوني أنا شايف عايز طبق بعمل رجيم أو عايز حاجة صحية، مش متهيألي هيكون في حاجة صحية أكتر من كده. ونفس الشيء باجي هنا في آخر حبة وأحط شوية من الخضار والعصارة، مش عايز أغطي السمكة كلها. شوية من الشبت، من البقدونس والكزبرة، ولو حبيت يبقى فيه شوية قرمشة ممكن عامل شوية هنا من الكرات المتحمر، حطهم على الوش من فوق. نفس الشيء بالنسبة للورقة اللي احنا عملناها، بحط شوية هنا من الأعشاب العطرية. يبقى هنا طبق سمك مش متهيألي هيكون فيه أسهل من كده خالص. عندي بس شوية هنا لزقوا في الطبق، مش هيكون أسهل من كده، وما عندناش حجة إن احنا ناكل مرتين أو ثلاثة في الأسبوع سمك بطرق سهلة مبتكرة. جربوهم إن شاء الله إلى رضاكم. اهلا بيكم من مطبخ اسامه. هنعمل طبق من الاطباق اللي هي البحريات الكلاسيكيه، موجوده من زمان ومش محتاجين نعيد اختراعها او اكتشاف جديد ليها، اللي هي الاستاكوزا او لوبستر ثيرمادور او الاستاكوزا على طريقه ثيرمادور. المتغيرات هنا بتبقى حاجات بسيطه، لكن الاساس بيبقى استاكوزا، زبده، جبنه برمجان، كريمه وحليب. لكن ممكن هنا بنستعمل بصل بدل الشلط، الشلط اللي هو البصل الأدالي الصغير المفروض استعمله. توم اختياري المفروض ما احطوش، لكن انا احط شويه توم. الماسترد او الخردل نفس الشيء، يعني بتحط فيه كميه بسيطه. والمشروم في ناس بتحطه علشان تبقى زياده في الحشو شويه. فالفكره هنا ان انا هنعمل الحشو هنا، باخد الاستاكوزا او باخد لحم الاستاكوزا دوت، اقطعه على اساس هو ده اللي هسويه. وفي نفس الوقت انا عايز اسوي العظم الخارجي او اللي هي الصدفيه اللي بره ديت عشان احشي بيها. يعني انا بجيب الاستاكوزا بقطعها من النص، بطلع اللحمه اللي فيها، وبعدين هاخد اللحمه دي اقطعها واحطها جوه هنا، وده هيبقى الطبق بتاعي. فبالتالي محتاج ان انا برضو اسويه. هاخد هنا اللحمه، ده هنا، وعلى البخار هسوي الصدفيات ديت او القواقع ديت او الاطباق دي. والانواع الاستاكوزا طبعا بتختلف من بلد لبلد وحسب الميه وحسب درجه الحراره. تاخد دول هنا، انا جبت شويه هنا من الميه، حطيت فيهم جزر وبصل وكرفس بحيث ان انا احط دول هنا عشان الاستاكوزا نفسها تستوي ويتغير لونها. يعني نجيب ورقه الامونيا هنا مع ورقه الزبده
ونغطيهم شويه هنا على اساس هتكمل سواهم في الفرن، بس عشان ما يبقاش فيهم الطعم البحريات وما يبقاش حاجه نيه حاططها مع حاجه طازه او حاجه مش مستويه. هقطع الاستاكوزا ديت، نجيب نقطعها قطع كبيره مش صغيره تستحمل التسويه، وبعدين هاجي وابتدي اطبخه. هحط شويه هنا من الزيت ومعاهم زبده، استعمل زيت وزبده، شويه هنا من الزيت، كم قطعة هنا من الزبدة، ودول اللي هحمر فيهم شوية بسيطة، خفاف هنا من الثوم مش كتير، حاجة بسيطة من البصل حمرهم هنا، بس دول اللي هسوي فيهم قطع الاستاكوزا. نقلب دول، وبعد كده هنجيب الاستاكوزا هتبل ديت، وهستعمل جبنه برمجان، وزي ما قلت ممكن استعمل مشروم وممكن لا، حسب انا عندي كميه كافيه يتحط ولا لا. نقلب ده كله هنا اهو، وبعدين هجيب قطع الاستاكوزا هنا نحطها تستوي، بسويهاش كتير يعني، يا دوبك هدبلها شوية ملح وفلفل، شوية فلفل اسود، شوية زعتر مش كتير، يا دوبك حاجة بسيطة هنا، وابتدي اقلبها تدبل شوية. حط على ديت شوية صغيرة هنا من الخردل أو الماسترد، مش كتير، مش عايز حاجة تاخد طعم أغلى حاجة هنا اللي هي الاستاكوزا، شوية من عصير الليمون، و آخر حاجة هحطها هنا لما أحس إن الاستاكوزا ابتدت تلون هنا أهو شوية دقيق، بس بعفرها بشوية دقيق شوية صغيرين، أطبخهم وبعدين أحط على دول شوية هنا من المرقة، شوية من الكريمة، شوية صغيرة من المرقة والكريمة، أسيب دول يبتدوا يغلوا. جزء منهم هحط عليه شوية صغيرة هنا من الجبنة البرمجان، وممكن أخلي الباقي اللي بعدين شوية، يا دوبك بس تبتدي تتماسك. نرجع هنا، الاستاكوزا اللي أنا حطيتها ابتدى لونها زي ما احنا شايفين بقى برتقاني، جاهزة احطها هنا في الطبق اللي ادخله الفرن. دول هنا، ودول اللي هملاهم نجيب الاستاكوزا اللي احنا طبخناها، ودي اللي هبتدي اعبي احط فيها قطع الاستاكوزا تاني هنا، شوية صلصة عليها، قطع الاستاكوزا ادخلها فيها من جوه، زي ما شايفين حتت الاستاكوزا بقى. في ناس بتجيب المشروم ده على اساس تملى بيه وتعمل بدل
أربعة استاكوزا تبقى كمية أكبر. لكن احنا مش هنغش نفسينا، احنا عاملينها لينا احنا. نكتر هنا من اللحمة شوية من الصلصة، نتأكد ان كل واحدة فيها حشو كافي. زي ما احنا شايفين الجبنة بتسيح وبتمط هنا معنا شوية، نملى هنا الحتة اللي فوق، الراس اللي فوق. وبعدين بجيب، اتأكد ان كل قطع اللحمة موجودة عندي، وبعدين بنغطي كل ده من هنا كده. واخر حاجة هتبقى الجبنة البرمجان، حط كل دول هنا اهو، وباخد دول بحطهم في فرن تحت البرويلر. ناخد ده هنا اهو تحت البرويلر اللي هي الشواية من فوق، تسيب ديت حوالي 10 دقايق. يبقى عبال ما بتستوي ممكن الخضار السوتيه اللي عامله يكون معمول قبلها، ممكن اكون جاب الخضار سلق ورصه، لكن هقدمه ازاي هي ديت بقى النكهة اللي انا هضيفها. اجيب شوية زيت زيتون مع شوية زبدة صغيرين، مش هكتر الزبدة، حاجة بس بسيطة هنا، ودول ممكن احط معاهم شوية من الزعتر. يعني اجيب هنا شوية زعتر بحيث ان دول اللي هضيفهم، واضيف هنا شوية تانيين من الزيت، ونحط معاهم ملح وفلفل، نغطي بيهم شوية الخضار اللي احنا عاملينه. وفي نفس الوقت بتكون الاستاكوزا حوالي 10 دقايق تحت الشواية او البرويلر. ممكن نزود شوية تانيين هنا من الزيت لو حبينا، او زبدة حسب انتوا حابين انهي الاكتر. دول كده عبال ما يسيحوا هنجيب الاستاكوزا، و ديت اللي هبتدي يعني بتاخد اللون عشان الكريمه اللي انا حاططها، وعلشان يعني حاطط عليها كريمه وحاطط عليها جبنه برمجان. بنجيبها هنا اهو، نحطها هنا في طبق التقديم، ما نحطهاش، شكلها جميل هنا اهو. احطها هنا، وبعد كده بجيب الصلصه اللي انا عاملها بحيث ان انا ازين بيها الخضار. شويه هنا من الزعتر، ملح وفلفل، ويبقى عندي الاستاكوزا هنا اللي هي الثرمادور. زي ما قلت فكرتها حاجه كلاسيك، مش محتاج ان انا اعيد اختراعها. هي الفكره فيها انها الاستاكوزا نفسها اتسوت على خفيف عشان ما اسيبهاش مده طويله على النار عشان ما تشدش. شويه كريمه مع شويه ماستر صغيرين قوي، ملح وفلفل، زعتر، ممكن توم ممكن لا، بصل مفروم ناعم، وده ممكن تتقدم مع خضار. يبقى ديت الاستاكوزا او لابستر ثرمادور اللي عملناها كنوع من انواع البحريات اللي هي الصدفيات. لكن اول صدفيات ابتدينا فيها كانت الجمبري، عملنا اللي هو الجمبري البسك او شريم بسك، اللي هو شوربه الجمبري اللي بتبقى سميكه او غليظه بسبب قشر الجمبري اللي انا بستعمله. وبعد كده عملنا سمك جزل بصلصه الكاري معاها رز فاصوليا، والفاصوليا حمراء محطوط عليها شويه خل بلسميك، فلفل اخضر، فلفل حامي، تدي لها طعم وبعد مختلف، مع شويه نعناع وكزبره وبصل محمر مع الكاري، طعم بيبقى مميز. رقات السمك اكني بعمل نابليون او الملفي، كل نوع سمك تبلته بتتبيله مختلفه، واحد بالبابريكا، واحد بالبهارات، واحد بالاعشاب. فوق خالص اللي انتم شايفينه ده الكرات حمرته، وجزر، بصل، شوية من الكوسة، زيتون، طماطم، عملتهم كرقات مع السمك. نفس الخضار ده
خدته وحطيته زي ما هو ني تحت ورقة أو في الورقة، وحطيت سمكة فيليه بصرف النظر نوع السمكة إيه، ملح وفلفل، زيت زيتون، عصير ليمون، شوية من الخضار والأعشاب، ودي كانت ورقة السمك. وآخر حاجة أنت شفتوها عملناها مع بعض اللي هي الاستاكوزا أو لوبستر ثيرمادور، لوبستر مع شوية كريمة ماسترد ومعهم خضار سوتيه، جبنة برمجان خفيفة قوي، دول بحطهم بعد ما بحمرهم شوية تحت البرويلر، وده بيكون نوع من أنواع الصدفيات. متهيألي إحنا لما نشوف طريقة السمك وطريقة تسويته سهلة بسيطة مغذية ومفيدة، فأتمنى إن أنتوا تجربوها، وأتمنى إن أنتوا على الأقل يعملوا وصفة سمك مرة في الأسبوع. نشوفكم على خير، وكم ألف تحية وألف سلامة.